السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابة أعرف حضراتكم شيء مهم جدا. الصفحة اللي فاتت اللي كان اسمها استوديو حبيبة وتم تغيير اسمها من هاكر هي الصفحة اتسرقت، فيعني أنا بقول لكم احنا نبدأ من جديد مع بعض. اللي راح راح، مش هبص لورايا، هنبدأ من جديد وأتمنى دعم حضراتكم يزيد ليا. ودي الصفحة الجديدة بتاعتي، ويعني الصفحة اللي فاتت تم تهكيرها واللي خدها خلاص وخدها. اي نعم مش من حقه، لكن خلاص ده نصيب ومالناش دعوة بيه. فطبعا هي الصفحة دي، ويا ريت تفاعلكم يزيد عشان نوصل لمليون مع بعض، وان شاء الله تبقى سنة كروية سعيدة علينا كلنا، وكمان تبقى صفحة مليئة بالفيديوهات اللي انتوا تحبوها بإذن الله. فيديو النهاردة هنتكلم عن ماتش ليفربول واليونايتد اللي انتهى بنتيجة، لا نتيجة تقيلة بمعنى في كرة القدم، نتيجة 7-0. 7-0، هدفين سجلهم صلاح، هدفين سجلهم وشاك ابو، وانا في نونيز اللي انا يعني الحمد لله ربنا نفخ في صورته واداله القوه ان هو سجل هدفين في ماتش واحد في ديخيا حارس اسبانيا، وكمان هدف لصالح فيرمينو اللي كان بقاله فتره ما بيسجلش، واحنا اكيد شاهدنا ده. وكمان الماتش ده كان بيشهد تحطيم رقم قياسي جديد لمحمد صلاح، تحطيم رقمين. اول واحد هو تاني لعيب يسجل هدفين، هيسجل في 5 مباريات متتاليه على مان يونايتد، وأول لعيب تقريبا يسجل في 6 مباريات متتالية على مستوى جميع البطولات. لأ صلاح عمل بيكسر في الأرقام، وأتمنى أكيد صلاح يستمر بالمستوى ده، لأن أنا بنأمل إن هو يحصل على لقب السير. هو قريب جدا يحصل عليه بعدد أهداف معين، فنتمنى هو بإذن الله. هو فعلا مش هيبدأ يحفر اسمه، لأ هو بدأ، هو أنا هحفر اسمه في تاريخ نادي ليفربول اللي هيبقى من الصعب أي حد يكسر أرقامه. كمان ما ننساش نتكلم عن طبعا يونايتد وعدم ظهوره في المباراه، عدم ظهور برونو فرنانديز اللي كنا مستنيينه النهارده بكل، يعني كنا مستنيينه فين برونو يا جماعه؟ برونو بتاع البرتغال مكسر الدنيا اللي بقى يتأمر على رونالدو، اين هو؟ اختفى ولا تم ابادته ولا هو فين دلوقتي؟ في عالم اخر. وكمان ما شفناش كازيميرو ولا تشانسون، يعني بص الدنيا كانت خربانه قوي، قصدي راشفورد، تشانسون مش هناك، راشفورد. فالدنيا دلوقتي عماله بتقع واحده واحده من مان يونايتد، عكس نجت فوق قوي وقعت مره واحده، او بدات تقع تدريجيا. تنهاج لازم يلاقي حل المشكله دي، لان بعد الهزيمه دي ثقه اللعيبه اكيد اتهزت في نفسها، فلازم تنهاج يلاقي الحل في اسرع ما يمكن، لان في الدوري الانجليزي الغلطه مثلا انت ممكن تغلط ماتش ماتشين ثلاثه، احنا عندنا عادي يعني هنعوضهم من الماتشات الجايه بيتعمل عادي، لكن هناك 3 ماتشات بوم انت تلاقي نفسك تحت في مربع في مثلث الخطر، ويونايتد ما قالش في الكلام ده، فنتمنى تحسين مستوى يونايتد. اما ليفربول بنتمنى ان هو يستمر على المستوى ده بعد مستوى هزيل جدا جدا قدمه على مستوى تقريبا الشهر اللي فات. الريال بيخسر منهم 5-2، يعني كان العقل مش فاهم هو ازاي ده حصل، عكس ان هو كان كسبان 2-0 حصل ده، وكان عمال بيستمر في مسيرة هزائم ومسيرة مستوى غير غريب جدا من اللعيبة كمان بالاسم. ويمكن اتكلمت عليهم، اتكلمت على نونيز ده كل فيديو، يا جماعة نونيز ما يلاش بالليفر، يا جماعة نونيز فين، يا جماعة نونيز معرفش ايه، نونيز 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 دايما كل فيديوهاتي لما كنت بتكلم على الليفر كان لازم اقول كلمتين في نونيز ان هو سيء. دلوقتي والاول مرة يعني ممكن في الفيديوهات كلها اقول ان نونيز بيقدم مستوى حلو، ان هو بدأ يفهم ليفربول. الهدفين كانوا برأسية، هو متميز بان هو طويل القامه فقدر يسجل هدفين بس كده. اقول لكم الفيديو الجاي، اتمنى تدعموا على الصفحه دي عشان نوصل مليون مع بعض، وباذن الله هنزل لكم الفيديو الجاي ماتش الزمالك والترجي اللي الزمالك وقع في يعني ماتش غريب جدا مع النصر في البطوله العربيه. بس كده اقول لكم الفيديو الجاي.